مرحبا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. موضوع حلقتنا اليوم عن موقع بي تي سي كليك، اللي هو عباره عن موقع لمشاهده الاعلانات، لكن بيعطيك بيتكوين او ساتوشي بما معناه، بدل انه يعطيك دولار بيعطيك ساتوشي. تمام شباب، يعني فكره الموقع هي عباره عن اعلانات بيعطيك بدل الدولارات بيعطيك عمله الساتوشي، اللي هي عمله البيتكوين اللي بتعامل فيها اغلب الاشخاص اللي بيشتغلوا في العملات. الموقع رائع كتير كتير وسهل، ما بيغلب، وطريقه التسجيل فيه سهله كتير كتير. راح ابلش معكم ان شاء الله، انا اول حلقه لي في هذا الموقع، ولما ارقي للمراحل الجايه ان شاء الله راح اعمل فيديوهات وافرجيكم الارباح، لانه طريقه عمله نفس طريقه عمل النيو بوكس، لكن في شويه اختلافات طبعا، والبدايه فيه بسيطه كتير كتير كتير. نبلش في الشرح. اول شيء بخصوص السينك اب، انت اول ما تفتح بتجيك الصفحه هاي، بامكانك تروح على سينك اب هون. كل اللي بتعمله بشكل بسيط، بتضغط ايميلك هون وبتحل كود الكابتشا، بتضغط سينك اب، بتروح على الايميل بتلاقي رساله من عندهم وصلت عليها رابط صغير مكتوب عليه فيريفايد، بتضغط عليه وتلقائي بيتم تاكيد حسابك وبتعمل لوج ان. بعد ما تعمل لوج ان تلقائي بتجيك الصفحه هاي، بتضغط ايميلك والباسورد اللي عندك وبتعمل لوج ان، بتدخل على الحساب. بعد ما تدخل على الحساب الخاص فيك انت بتجيك الصفحه مثل هاي. طبعا في اثبات صح للموقع، فرجيكم اياه هلا. نجي شرح سريع على الايقونات هاي. اول شيء داشبورد، اللي هي لوحه القياده، بتعطيك التفاصيل كامله عن الحساب الخاص فيك، اللي هو ادي كليك، قديش الضغطات اللي ضغطتها، التوتال ويذراود، السحوبات اللي انت سحبتها، البالانس اللي هو الارباح اللي انت ربحتها، البير كاش اللي هو البالانس اللي انت اودعت من المبلغ، شو اودعت مبلغ في الحساب، والممبر اكسباير اللي هي تاريخ الانتهاء للترقية الخاصة فيك، اللي هي المنبر البريميوم. احنا ستاندر هلا، هذه بريميوم، ان شاء الله لما نرقي لبريميوم راح افرجيكم بيعطيك تاريخ انتهائها. تمام شباب، تجي هون عندك الدايركت ريفرال اللي هو الريفرال الخاص فيك، بامكانك تستخدم رابط الريفرال الخاص فيك من هون افليت هلا بنوصله، ودايركت ريفرال بقول لك كم شخص من الريفرال اللي عندك سوى كليك وضغط على في الموقع على الاعلانات. هذا الدايركت ريفرال الكليك الضغطات. هون الرنتد ريفرال اللي هو الريفرال اللي انت بتستاجره، وهون الرنتد ريفرال كليك اللي هو ضغطات الريفرال اللي عندك. تمام، الايقونه هاي لشراء الريفرال، بامكانك تشتري ريفرال فيها. بخصوص الويذراود، بامكانك تضغط على الويذراود، ايقونه الويذراود طبعا مبين لك السحوبات اللي انت سحبتها خلال تعاملك في الموقع. سامحونا النت بطيء شويه. اوكي، هون بخصوص الويذراود السحوبات اللي انت سحبتها، سوري، هون بقول لك انه انت اذا بدك تسحب، طبعا اقل سحب عندك اللي هو عباره عن 10000 ساتوشي، يعني مبلغ كتير قليل بامكانك تسحبه بكل سهوله على حسابك، بتضغط ويذراود اذا كان عندك موجود المبلغ. انا لسه مش مجمع، بامكاني اني اسحب. اوكي، بخصوص الريفرال عندك هون ثلاث ايقونات، رنتد ريفرال، رنتد ريفرال انك انت تستاجر ريفرال، طبعا اجمل ما فيه انه سعره قليل جدا، يعني انت بامكانك تختار مده الريفرال بدك اياها 30 يوم، طبعا سعر الريفرال في اليوم 540 ساتوشي، يعني كلام كتير كتير قليل. هون طبعا بيعطيك قديش في ريفرال، اذا في ريفرال او لا، طبعا بامكانك تشتري ريفرال، بيعطيك المده، الوقت بقول لك انه بعد 5 ساعات و12 دقيقه بكون متواجد في ريفرال بتقدر تشتري. طريقه الشراء بسيطه كتير كتير، بتكون انت مودع في المبلغ، مودع مبلغ بيتكوين، بامكانك تشتري بكل بساطه، وبتضغط بتحل كود الكابتشا وتضغط باي ناو. تمام شباب، بخصوص الرنتد ريفرال اللي هو الاشخاص اللي عندك، طبعا اذا في عندك اشخاص بكونوا موجودين هون انت شاريهم. الدايركت ريفرال شباب اللي هو الريفرال اللي انت اجوا عن طريق رابط الاحاله الخاص فيك. تمام، بخصوص البريميوم منبر اللي هي الترقيه، سعر الترقيه قليل جدا، يعني انت بتحكي عن 90 يوم بيعطيك بحدود $3. تمام، يعني نيجي نحسبها على الحاسبه اللي انت تكونوا وصلتكم الصوره، بخصوص مثلا 90 يوم ما يقارب 0.00972، بتحكي عن $6 انت بترقي حسابك. شو فايده الترقيه؟ فايده الترقيه انه انت بصير عندك الارباح دبل، يعني انه بتاخذ ارباحك دبل زي ما هو شارح في الموقع، نترجم لكم اياها. شراء العضويه المميزه سوف مضاعفه كل نقره على الاعلانات المكافاه الخاصه بالاحالات، يعني انت بتستفيد من الاحالات الخاصه فيك، كانت دايركت اللي هي خاصه عن طريق الرابط او اللي انت اشتريتها، كله بصير دبل عندك في الارباح. تمام، هذا بخصوص انك انت ترقي حسابك لمده 90 يوم بقيمه $6، يعني مبلغ كثير كثير بسيط. تمام، وعندك هون يعني حد $19 بامكانك ترقي لمده 360 يوم. تمام شباب، بخصوص الهيستوري اللي هيستوري في الدفع وهيستوري في السحب،
وهيستوري في البروش اللي هي التحويلات. نيجي اول شيء للايداع. طبعا اذا انت اودعت مصاري، انا لسه ما اودعت، حساب جديد موجود هون بيعطيك الرابط هذا اللي انت تودع فيه، بامكانك تسحب وتودع في مبالغ عن طريق المحفظه الخاصه فيه. واللي ما بيعرف كيف طريقه الايداع والسحوبات، في شروحات موجوده راح تلاقوها بالوصف بامكانكم تشوفوها. تمام، بخصوص الويذراوت انا سحبت منه 3 مرات ودفع ما في اي مشكله. انا تركت الموقع فتره ورجعت له لانه اكتشفت فيه شغلات كثير مميزه، المبالغ اللي بيحكي فيها والعمل اللي بيحكي فيه يعني كثير كثير رائع وسهل وكثير مش صعب. يعني بتحكي عمالك انت عشان تشتري 500 ريفرال لمده 30 يوم ما يقرب 51 شيكل 51 دولار. بروشرز اللي هي عباره عن التحويلات اللي صارت من عندك الله العليم، ما بتمنع كثير. بخصوص رابط الريفرال الخاص فيك وشباب، بامكانك تاخذوه من هون بكل سهوله، تقدر تدخل وتاخذه منهم. بامكانك تعلن على حسابك في الفيسبوك او على حسابك في تويتر اللي يجيك اشخاص عن طريق الرابط فيك، يعني تعمل بوست اعلان ما عليه غير تضغط فقط على ايقونه الفيس وايقونه الشير لتويتر وبعلن. اكونت ديتيلز اللي هي شباب يعني تفاصيل الحساب الخاص فيك، مش فقط هي تغيير كلمة السر، يعني بحط لك الايميل اللي هو زي ما انتم شايفين، واذا بدك تغير كلمة السر. الموقع تعامله سهل كثير كثير ما بتتغلب. طريقة العمل فيه، اول شيء بتيجي هون على السورف ادز اللي هي مشاهدة الاعلانات. مثلا انا ضغطت عندي كان اعلانين، بضغط هون بقول لك الاعلان بيكلف لمدته 10 ثواني تكلفته 45 ساتوشي، بتضغط عليها. طبعا انا عشان داخل اللي زمان ما دخلت عليه، فتلقائي تلاقي الاعلانات قليله. انا كان يجيني اعلانات قيمه فوق ال 200 و250 ساتوشي للمعلن، يعني الاشخاص اللي بتعلن. طبعا بعد ما تضغط عليه بتحل فقط الرقم عندك 11 ناقص 8، بكل بساطه تقدر تحل فوق 3، تضغط اوكي انا ربحت 45 ساتوشي بكل بساطه ما بتتغلب. طبعا هون 10 سكند بيجيك شيء امراض في 60 ثانيه بس بكون المبلغ اكبر من 45 ساتوشي. للعلم بالشيء شباب عشان انتم تكونوا عارفين، اول ما تدخل الموقع بكون بالطريقه اللي هي انه MBTC، يعني اللي هي بيتكوين لكن بطريقه اخرى، بتكون بنظام اخر خوارزميه اخرى، انه انت بتلاقي المبلغ كبير فبتقول انه مبلغ كبير. لا، انت بدك تكون عارف انه عشان انت ما تتوه وتغلط بامكانك تنزل على اخر الصفحه وتضغط هون وتضغط على بيتكوين اللي الارباح تكون مفهومه عندك. تمام، اللي بتوه في الارباح وبلاقي الاغلاق، يعني في بعض التمويه بكون في العمل انه بكون هذا المبلغ هيك، فانت بتتفاجئ انه ارباح كبيره، يعني بتحكي عن 5 مليون وهو فعليا عباره عن 5000 ساتوشي ليس الا. تمام شباب، بخصوص الادفرتايز يعني انه انت بدك تعلن في الموقع، بتضغط ايميلك وبتحط الرابط الريفرال الخاص فيك او اي موقع عندك بتعلن عنه، وبتضغط الديسكربشن الوصف تبع الموقع، بتختار كمية الكليكات انت قديش بتضغط، وبتختار المدة زي ما شفنا مدة كلفتنا 45 ساتوشي. هون تختار المدة اللي بدك اياها، يعني في اشخاص بيختاروا مدة 200 ثانية فالارباح بتكون عالية والاسعار بتكون عالية عليها. تمام، فانت لما تضغط على 10 ثواني هو بياخذ منك 181 ساتوشي تلقائي ال 1000 كليك، بيكون سعرهم ما يقارب ال 181000 ساتوشي. اذا حابب تعلن في الموقع طبعا بامكانك تعمل تحل كود الكابتشا وبكون كل يعني الايميل الخاص فيك بالوصف بتكون حاله وبتضغط سبميت تلقائي بنزل اعلان في الموقع. بخصوص الهلب شباب يعني هو بيعطيك بعض التفاصيل للي بحب يستفسر شو الارباح اللي بيربحها. نيجي هون احنا في بخصوص الهلب، لو احنا مثلا كنا بريميوم تمام زي ما قلت لكم، البريميوم بامكانك تشتري من 90 يوم ل 350 يوم. انت بريميوم وعندك 50 ريفرال والضغطات ما يقارب العشرة، تمام، بتربح يوميا ما يقارب ال 50,020 ساتوشي. تمام، في الشهر بيطلع ارباحك هالقد. طبعا الضغطات زي ما انتم عارفين مش كل الشباب، مش كل الاشخاص اللي انت بتستاجرهم بيضغطوا، وما في ريسايكلكس انه فيش انه انت تجدد الريفرال زي ما في نيو بوكس، فانت اللي بتشتريه بضل موجود عندك لمده 30 يوم. تمام شباب، هذه فكره الموقع، يعني انت بامكانك انه ب 50 او مثلا انا ان شاء الله لما ابلش اشتغل فيه راح احاول اشتري 500 اللي تكون ارباحي ما يقارب ال 400,000 ساتوشي. فكره الموقع بسيطه ما بتكلفك كثير للي معني يشتغل فيها، يعني اللي معني انه يربح منها ويشتغل فيها ما بتكلفك كثير، لانه انت لما تيجي تعمل دوبل هون انه ترقي حسابك اللي يصير كل شيء عندك دبل في مشاهده الاعلانات وضغط الاصدقاء عندك على في الموقع، كل شيء بصير عندك دبل. فنجي نضغط على بريميوم، بس انا بدي اشي زي ما قلت لكم 90 يوم
بإمكانك تشتريهم بقيمة 6 دولار، يعني مش مبلغ كبير. أنت هيك رقيت حسابك. أنت لو بدك تشتري ريفرال تيجي على رنت ريفرال، تختار 30 يوم 15 يوم اللي أنت بريحك، بدك تكون عارف إنه على اليوم 540 ساتوشي، تمام؟ يعني أنا مثلا نيجي نحسب على 30 يوم، عندك أنت 540 ساتوشي ضرب 30 يوم بيطلع 16200 ساتوشي. لو انت استأجرت 500 ريفرال بدك تضربهم ضرب 500 بيشتغلوا عندك شهر كامل، تحكي عن 8 مليون ساتوشي، تمام؟ 8 مليون و100 الف. نيجي هون نضغط 8 مليون و100 الف، تشوف قديش المبلغ. تحكي عن 52 دولار. بتعرف شو معناته انه انت عندك 500 ريفرال بيضغطوا؟ يعني انت كل اللي راح تصرفه على الموقع فقط 60 دولار، والدخل راح يكون كبير. انا راح ان شاء الله ابلش شغل فيه. انا شرحت لكم الموقع لتكون وصلتكم الفكره، رابط الموقع راح تلاقوه بالوصف. اي استفسار انا جاهز، بامكانك تكون ستاندرد وتضغط. اللي بيحب يشاركني في الفكره والعمل اهلا وسهلا فيه، بامكانه يضغط ويشوف الارباح اللي تجي. يعني انا قلت لكم بخصوص انه السحب فيه سهل كتير كتير، بامكانك تجمع بكل بساطه 10000 ساتوشي وتسحبهم بكل بساطه بدون ما تتغلب، لان الحد الادنى في السحب فيه 10000 ساتوشي. يعني انت لو كل يوم دخلت وضغطت على السورف اد بامكانك تشاهد ما يقارب من 50 و60 اعلان بكل بساطه، بتشاهدهم وبتربح مبلغ كبير كبير. يعني لما يكون عندك 60 اعلان او 100 اعلان في 45 هاي 4500 خلال يومين، بامكانك تشاهدهم وبكل بساطه ما بتتغلب فيه. ففكره الموقع شباب كثير كثير حلوه، ما بتغلبك، ما بتاخذ من وقتك كثير، واتمنى يا رب شرح يكون واضح ومفهوم. واللي بحب يشاركني زي ما قلت لكم رابط الموقع راح تلاقوه بالوصف، واتمنى يا رب التوفيق للجميع والى لقاء اخر ان شاء الله.